الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا وسهلا بيكم في نشرة فنية جديدة على موقع صدى البلد، هنتابع فيها معاكم آخر أخبار وتصريحات نجوم الفن، وهنعرف كواليس مسلسل جزيرة غمام اللي كشف عنها الفنان طارق لطفي، ورسالة سعد الصغير لمراته على الهوى، وتصريحات هيدي كرم بعد دورها في الاختيار عن زوجات الضباط، وغيرها كتير من التصريحات، فتابعونا. كشف الفنان طارق لطفي كواليس تحضيراتهم لمسلسل جزيرة غمام اللي بيتم عرضه حالياً في الموسم الرمضاني، وقال إن المخرج حسين المنباوي بدأ بمعاينة أماكن التصوير اللي بتتشابه مع أحداث المسلسل، وبعد ما دوروا كتير جداً قرروا إن هم يبنوا قرية جوه مدينة الإنتاج الإعلامي مع جزء تاني صوروه في العين السخنة على البحر في منطقة قريبة جداً من الجبل، وقال إن مهندس الديكور عمل مجهود كبير جداً عشان تطلع الصورة النهائية بالشكل اللي خرجت بيه للجمهور. ووضح الفنان طارق لطفي السبب وراء إن الغجر في المسلسل بيتكلموا باللهجة الصعيدية، وقال إن الغجر اتكلموا باللهجة الصعيدية لأنهم بيتكلموا بلكنة القرية اللي عايشين فيها عشان يكسروا الغربة، مع وجود طبعاً بعض المصطلحات الغجرية المشهورة في الكلام لأنهم ملهمش لهجة، وكان دايماً في مدقق بيهتم بالنقطة دي في الكواليس. طارق لطفي قال كمان إنه اتحمس كتير لفكرة مسلسل جزيرة غمام، وإنه وافق على العمل ده من قبل حتى ما يقراه، وبعد مسلسل القاهرة كابول كان هو والكاتب عبد الرحيم كمال على تواصل مستمر وحكاله عن فكرة العمل. طارق لطفي قال كمان إنه هو كان سعيد جدا بالشخصية اللي هيجسدها لأنه ما قدمش صعيدي قبل كده، وكمان كان سعيد جدا باللغة الصعيدية لأنها لهجة ثرية وكلماتها معبرة، وأصل الجينات المصرية صعيدي. من ناحية تانية، نشرت صفحة منسوبة للممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك بطلة مسلسل جيم أوف ثرونز تعليقات طلبت فيها الناس إن هي تبطل تبعت لها صورة الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى واللي انتشرت مؤخرا وهي كوميك في رمضان. ورغم إن الصفحة موثقة رسميا من الفيسبوك لكنها مش الصفحة الرسمية للنجمة الإنجليزية، ولكن تم توثيقها كصفحة بتضم عدد كبير جدا من معجبيها ومتابعيها في العالم كله، وبتحمل اسم النجمة المشهورة. ونروح بقى للفنانة هيدي كرم واللي علقت على دورها في مسلسل الاختيار 3، وقالت انه اول ما قالوا لها عايزينك في مسلسل الاختيار ما سألتش عن التفاصيل، وما سألتش حتى هتعمل ايه او الدور ايه، وده لانها شايفة ان المشاركة في مسلسل عظيم زي ده شرف لاي حد وإضافة لأي حد كله بيتمناها. وقالت هيدي إنها أعجبت بالشخصية اللي بتقوم بيها لأنها زوجة ضابط وبتخفي مرضها وبتعاني في صمت، فحبت تفاصيل الشخصية. وقالت كمان إنها حست بمعاناة زوجات الضباط لأنهم بيعيشوا حياة صعبة وقاسية، وهم جنود مجهولة لأنهم بيعانوا معاناة جسدية ونفسية وعصبية كبيرة، وبيتحملوا مسؤوليات كبيرة وبيعيشوا في كتير جدا من الضغط والقلق على أزواجهم. نيجي بقى للفنان سعد الصغير واللي وجه خلال حواره ببرنامج تلفزيوني الشكر لزوجته، وقال انه لازم يتعمل لها تمثال لانها ست نموذج وجبل وحمالة، ورغم خلافاتهم الكتيرة لكنها ولا مرة طلبت منه الطلاق. وضح كمان انه ما عندهاش شغالة في البيت وبتقوم بكل اعمال البيت وبتحاول بكل الطرق ان هي تقلل من المصاريف المنزلية. وبكده تكون انتهت نشرتنا الفنية، شكرا لكم وإلى اللقاء.